دوليين ولاعيبه محترمه وكل حاجه، انما مباراه ما بتستحملش الاسم على اتنين. طيب ده امامنا على الشاشه طبعا الاستاذ سعد ابو صندوق رئيس نادي الرجاء، وبيكرم المهندس محمود طاهر يعني بنفسه يعني درع نادي الرجاء. حاجه جميله طبعا، يعني اكيد حاجه مميزه. يعني ده امامنا يعني على الشاشه. ايضا محافظ مرسى مطروح يعني اكيد برضو كان برضو بيكرم اللعيبه الدوليين. ده رئيس النادي الحاج سعد صندوق، طبعا رئيس نادي الرجاء. طبعا الشوط الثاني اختلف عن الشوط الاول في من حيث الريتم، اللعيبه والحركه ومعدلات الجري. طبعا كان في ارتياحيه اول 45 دقيقه، النادي الاهلي تقدم بثلاث اهداف. طبعا ده طابع اللعيب المصري للاسف، ان هو لما كابتن ربيع ان هو ثلاثة بعد بيستريح التلات. صحيح. بعد التالت، بتحس ان اللعيب استريح بقى وضمن المباراه والكلام ده، فتحس ان رتم المباراه بقى ابطا شويه. انما يعني الشوط الاولاني من وجهه نظر ان هو كان افضل من حيث بقى معدلات الجري.